سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون اماركم على خير وبخير وبالصحه والعافيه للجميع. وكنتمنى يا ربي اللي شاف هذا الفيديو يكون بالصحه وطولة العمر وبالصحه والعافيه. اليوم جيت بواحد الفيديو جديد وبغيت نغير على الطبخ، وبغيت كندير شي وصفات اللي استفدت منهم صراحه انا وفادوني انا، وبغيت نشاركهم معاكم. علاش لا، حتى انا نفيدكم شي حاجه اللي مجرباها بالحكم ديالي انا، وقلت علاش لا انا نشاركها معاكم. دخلت لداري مرحبا، وكنتمنى نكون خفيفه عليكم. وما تنساوش تشجعوني وتدعموني وصلكم الجديد. ندوزو للطريقه كيفاش. المهم البنات، كما قلت لكم جيتكم بواحد الوصفات اللي رائعين ولقيت عليهم راحتي صراحه. وصفات الفقر الدم، الانسان الاغلبيه دابا، الاغلبيه الاطفال، الامهات، الاغلبيه كيعانيوا من هذا المرض اللي هو شويه صعيب وكيضر في الصحه بالصح. فعلا جيت انا بواحد الوصفات اللي الحكم ديالي جربتهم ولقيت النتيجه ديالهم صراحه. حتى انا فادتني واحد السيده الله يطول عمرها، انا نصحاتني بهاد حبوب اللقاح، بغيت نشاركها معكم. هانتوما هنايا ديال القرعه ديال الحبوب اللقاح كما كتشوفوا معايا، هي هذه كتمشيو عند، بغيتو تاخذوها من البروطوار تاخذوها، بغيتو تاخذوها من عند العطار، انا صراحه كناخذها من عند العطار. كتمشيو كاين هاد القرعه هذه، كاين هاد الكولور هذا، وكاين هاد الشكل هذا، راه فيها جوج الاشكال. انا بالحكم ديالي ما لقيتش هاد الاولى اللي خديت شفتو معايا، لقيت هذه اليوم بحال سولت قال لي بحال هذه. الثمن ديالها راه مناسب، الثمن ديالها كيدير 40 درهم عند اي عطار غادي تلقاوها. المهم البنات، هي هذه كما كتشوفوها معايا، نقربها للكاميرا، هذا هو الاسم ديالها اللي بغيتو تسكرينيوها، هي هذه. وهذه راه كاينين فيهم هادو جوج، هما هاد القريعات هادو، هما هادو صراحه. هاد حبوب اللقاح خطير خطير، شي وصفه لي خطيره فعلا، ولقيت راحتي عليها. وواحد القضيه، راه صالحه حتى الجهاز الهضمي، حتى اللي عنده الجهاز الهضمي سبحان الله. حيت هاد حبوب اللقاح عرفتو مناش متكون؟ راه متكون من البذر ديال النحل، داك العشيش ديال النحل كيصنعوا منه هذا. ندوزو نحلو الطريقه كيفاش، غتشوفوا كيفاش داير معايا انا. هادي ها كيفاش كتاخذ، هو راه داير في الحلقة كتلقاوه، راه كيتباع العبار، ولكن انا ما ننصحكمش بالعبار. شوفوا في الكاميرا كيفاش كيكونوا حبيبات متلونين، صفرين وحمرين، وكيكونوا على الالوان، ننصحكم بهم. انا صراحه هاد حبوب اللقاح اللي ساعدني في فقر الدم، كان عندي فقر الدم بزاف بحكم الولاده ديالي، وبالحكم عانيت من فقر الدم بزاف، الادويه قتلوني صراحه. منين جربته هو من القرعه الاولى لقيت النتيجه. هو صراحه كيدار مع العسل الحار، وانا ما عنديش الحكم ديالي، ما عنديش العسل الحار. هانتوما كما كتشوفوا معايا خديت غير الزمزامي على هاد الشكل هكا، خديته حتى هو، حيت ماشي مشكل العسل اللي ما عندكمش حار، حيت هذا البودر ديال النحل، واخا نخلطوه مع الزمزامي ماشي مشكل. والله يحسن العون اللي ما متوفرش ليه الزمزامي يضيف دانون، انا عندي هنا دانون، الى بعض المرات في الصباح هكا كناخذ مع دانون معلقه، كنخلطها مع دانون وناخذها على هاد الشكل هكا. كندوزو للطريقه، كناخذ القريعه ديال هكا، كنضيف انا دابا هادي هي اللي كنخلط فيها، غادي نضيف تقريبا واحد نصها بحال هاد الشكل هكا كما كتشوفوا معايا. كنخلط غير شويه بشويه، هادي ما غاديش نخلطها، هادي غنزيرها بحال هكا وغادي نخليها، ما نخلطها ما والو، حتى يتقاد ليا هذا الشيء اللي غنخلط. غندوز هنا، غادي ناخذ هذا العسل غنحلو، اللي عنده العسل الحار من الاحسن، يعني من الاحسن الوسيله، حنا ما متوفرش لينا، ما غاديش نعقدوا الامور، نعتقوا صحتنا كتكون في المرحله الاولى احسن. يعني الانسان كيحس بالسخفه والدوخه والفشله، راه هو هذاك فقر الدم راه كيدير العجب صراحه فينا. وكندير بحال هكا، كنخلط هذا الخليط هكا على هذا الشكل مزيان كما كتشوفوا هكا. هو راه ملي كيتخلط كيرجع مطلوق، كيرجع بحال العسل هكا هكا، بسم الله. وكناخذ معلقه على الريق بحال هكا، وكناخذ معلقه، راه زوين حتى الوليدات غيعجبهم هادي. منين ناخذ منها غنزيرها على هذا الشكل بحال هكا،
نطهي الاطفال ديالنا ماشي مشكل، معلقه صغيره في الصباح معلقه صغيره في الليل هنا كذلك. الوصفه الثانيه كما كتشوفوا معايا، قلت لكم اللي ما عندوش العسل يخلطها مع دانون. الوصفه الثانيه كما كتشوفوا معايا الزبيب الاحمر على هذا الشكل، هذا على هذا الشكل، هذا الزبيب الاحمر. انا هذا هو الزبيب اللي كنفضل انايا، هذا زبيب بلدي حتى هو. عرفتوا الفوائد ديال الزبيب؟ صراحه غزاله خطيره خطيره جدا وحق الله العظيم. هذه من الاحسن، هذا الزبيب تشدوه واحد الاناء وتغسلوه الزبيب مزيان وديروه يتسلق. منين يتسلق كتشدوك واحد الطحانه ديال المطيشه وكطحنوه، ولا ديروه مونينيكس وتعصروه في العصاره على شكل عصير وتعطوه للوليدات ديالكم وتاخذوه نتوما اللي عندكم فقر الدم. هذه واحد اللعيبه اللي ما عرفتش الاسم ديالها، هذه واحد انا بعدا قلت ليه ما عرفتش الاسم ديالها لحد الساعه. المهم هذه واحد زبيب احمر كيكون فيه عظيمات، كتحلوه على شكل الفلفله بحال هكا، تقدروا غتشوفوا معايا تقدروا تعرفوا الاسم ديالها. ها نتوما ملي كتحلوها كتلقاوها بحال هكا، كتكون بارا فرماسي كتباع حتى هي، وكتكون عند العطار كتقولي لي عطيني ديك اللعيبه اللي بحال الزبيب. انا هادشي اللي قلت ليه راها غاليه شويه كيعطيها لك، ما عرفتش شنو كيسميوها صراحه، نسات ليا سميتها، اللي خطيره خطيره. شفتوا هاد ثلاثه ديال الوصفات فقر الدم تقضيو عليه وكنتمنى تجربوه. راه لي الوصفه اللي كنستعملها انا هي هذه، ولقيت عليها راحتي الحمد لله. راه استعملت الدواء بزاف ولكن الحمد لله ملي استعملت هاد الوصفات هادو الحمد لله. وكنتمنى تجربوهم ونكون خفيفه عليكم، ونتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله، والله يوفق الجميع يا ربي. ونتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله، وبالصحه والسلامه للجميع، والله يوفق الجميع يا ربي. وما تنساوش تشجعوني وتدعموني وديروا تركوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، والله يوفق الجميع يا ربي.